ممكن نعرف هاي الصور والرسومات الموجودة على هاي الفلاشة؟ ليش محرصين عليها وحاطينها بالخزنة؟ هاي تصاميم ونقوش جديدة، وإذا تسربت لبرا فيها خربان بيت. أنت مصممها؟ لا، الأستاذ ياسر. الأستاذ ياسر مصمم؟ إيه، تصاميمه كتير حلوة. ليش الأستاذ ياسر مهندس؟ لا، منه مهندس. الأستاذ ياسر رجل عصامي، قضى حياته كلياتها بالبحر لحتى جمع له هالقرشين وفتح هالشركة، والله فتحها عليه. قلت لنا إنه هاي التصاميم إذا تسربت لبرا ممكن يخرب بيتكم، يعني هي لهالدرجة مهمة؟ طبعاً، لأني ما في غير نحن وشركة تانية باللادية نشتغل نفس الشغل، وهيك إذا تسربت إله رح ينزلوه على السوق قبلنا وياكلوا السوق كله. وممكن إنه يتجرأوا يعملوا هيك شيء؟ ممكن، لأني الموسم الماضي سرقوا لنا التصاميم ونزلوه على السوق، بس نحن كنا منزلينه قبلهم بالسوق، وهيك أثبتنا إن نحن صاحبين الحق فيه. وشو صار بشركة اللادية؟ خسرت خسارة كبيرة، ولولا ما تدخلوا أولاد الحلال كانت لحد هلا عم تتلاحق قضائيا.